أكد مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة عبد الملك سلال أن ندوة الوفاق الوطني التي جاء بها برنامج الرئيس بوتفليقة في حال انتخابه لعهدة جديدة مفتوحة على جميع الاقتراحات ما عدا التي تمس بالثوابت الوطنية وبالنظام الجمهوري الديمقراطي للبلاد. والمشروع تاعو واضح كل وضوح. التصور هو واضح في ذهني، ورسالته واضحة. قال بالحرف الواحد: ما عدا الثوابت الوطنية لتمس الهوية الوطنية الإسلام العربية والأمازيغية، وما عدا النظام الجمهوري الديمقراطي، كل شيء مفتوح للاقتراحات في إطار الندوة الوطنية اللي لابد مباشرة بعد انتخابه، إذا انتخبنا عليه كلنا وإن شاء الله سننتخب عليه بصفة قوية، نمشي إلى ندوة وطنية توافقية، لأن لابد كل قوة الحية وحتى المعارضة وكل جمعيات وكل أحزاب وكل ممثلين للجزائر سيشارك في هذه الندوة، وهي من هذه الندوة نخرج ما هي الخطة الجديدة لاستكمال بناء الجزائر.